انا مش هرحب بيكم، ده اكيد ده مكانكم، واتمنى ان انا ما اكونش ضيف تقيل عليكم، يعني ان شاء الله يكون ضيف كده خفيف، ويكون اللقاء ده لقاء مختلف. شايف الاعمار هنا ما شاء الله، يعني ما شاء الله صغيره جدا، شايف الزمن يعني سايب اثاره وعلاماته في كل اللي موجودين. انا بموت في التحليل طبعا، اللي شافوني قبل كده يعني عارفين الحكايه دي. انا بموت في التحليل. اللي نختاره مش من البدايه كده. في ناس مستخبيه ولا خلي بالك، اللي مستخبي مش تفرق معايا. مستخبيه تحللها الفكره ببساطه. مهارتك كل ما تقدر تتعرف اكتر على اصناف الناس هتوصل لمرحله بعد.
ده كان بيضحك ان انا ما كنتش مصدقين ازاي ممكن شخص بشوفه لاول مره وممكن اعملها كمان مره ثانيه يعني للاشخاص الجداد بتشوفه لاول مره وتقول له عن شخصيته ليه؟ احنا قلنا ان المساجد الاشخاص اللي موجودين قدامك ما بيتكلموش معاك هم صامتين من ملامح وشهم تقدر تعرف مين مقتنع معاك مين متفاعل معاك مين قائد مين هيستجيب معايا مين مركز مين شايف شكل جديد ومبسوط بالتغيير مين مش مقتنع خالص ومش عاجبه اللي انا بقوله دلوقتي وعايز يمشي دي مهاره ان انت تبقى قاعد كلكم دلوقتي يعني باذن الله صفحات مقروءه بقى عندي